لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. ذهبنا إلى يوم القيامة بعقولنا، واستحضرنا ذلك اليوم الرهيب حينما سنقين ألف سنة حسب جرمه. فمنهم من يأخذ العرق كعبيه، يا رب أنقذنا من هذا الموقف ولو إلى النار. لا إله إلا الله. إلى هذه الصور الرهيبة ليوم الحشر، فالناس يحشرون أصنافا متنوعة، يحشر بعضهم ركبانا والرجلان والثلاثة، ويحشر فئام منهم مشاة على أرجلهم، ويحشر فئام من الناس على وجوههم. يا الله، يحشر الناس على ثلاثة أصناف، ركبانا ومشاة وعلى وجوههم. فلما أخبر النبي بهذه الأصناف قال بعضهم: يا رسول الكافر والمجرم والذي لم يكن يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ من مشى سويا على صراط مستقيم حشر سويا، ومن مشى مكبا على وجهه لا يأبه لدين، لا يأبه لشرع، يطع حدود الله، يطع أعراض المسلمين لا يبالي، هذا يحشر يوم القيامة على وجهه، لأنه قلب الصفحة وقلب الآية، فقلب الله هيئته يوم القيامة فحشر على وجهه. يا الله، يا للفضائح. يوم تبلى السرائر، سريرة الإنسان يخرجها يوم القيامة، فيحشر كل إنسان يرفع لواء غدرته، فيرفع الفاجر لواء فجوره، يكتب على لوائه الذي يحشر به: هذه زنية فلان، يحملها فيفشيها الله للعالمين ويفضحه على رؤوس الخلائق: هذه سرقته لأموال الناس، هذه سرقته لأموال الأمة، سرقته لصناديق الدولة، يحملها يتكلم.
يحشر فئام من الناس على حجم الذر، صورتهم صورة الخلق ولكن حجمهم حجم الذرة. تعرفون ما هو الذر؟ ذر النمل الصغير، الذر والنمل الصغير صورة إنسان لكن بحجم النملة الصغيرة. تدوسهم أقدامهم يوم القيامة، تدوسهم أقدام العباد في عرصات يوم القيامة. قالوا من يا رسول الله؟ من هؤلاء الخائبون الخاسرون؟ من الذي يحشر في يوم يحشر الله فيه المؤذنون أطول عناقا، المؤذنون أطول عناقا، يراقبون الخلق من بعيد، يتنفسون الهواء، نورهم كالشمس، وهؤلاء يحشرون عياذا بالله كالذر كالنملة تطأهم أقدام الخلائق. ما جريمتهم؟ ما جريمتهم؟ قال رسول الله: المتكبرون. قال تعالى في كتابه: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة تخطر من ارتفع في الأرض وتكبر، وترفع تخطر من تكبر وترفع من خافضة الرافعة من تواضع للخلق في الدنيا. يحشر المتواضعون يوم القيامة في رفعة، في منازل، في منازل على أرائك من نور يا الله. ويحشر المتكبرون في صورة الإنسان على حجم الذر تطأهم أقدام يوم القيامة. المتكبرون على المخلوقات. من المتكبر؟ إنه الذي يغلط الناس، يغلط الحق ويزدري الخلق، الذي لا يقبل الحق إذا جاءه من صغير يقول شكون الهشة والبشة في الوجوه. فنالوا هذه الدرجة ليس بأموال ينفقونها، وليس بليل يقومونه، وليس بنافلة صيام يفعلونها، ولكن الله جعل حوائج الخلق عندهم، فإذا بقلوب العباد تهوى إليهم كما تهوى قلوب العباد إلى مكة فيلجؤون إليهم. فإنكم لا تسعوا الناس بأموالكم، ولكن تسعوهم بحسن الخلق. فيها فيخرجون على غير الحالة التي دخلوا عندهم، يخرجون مطمئنين.
الذين يأتون وهم ولعين محترق الكبد، حاجتهم أنستهم ربهم، وصاحب الحاجة أعمى. فإذا دخلوا إلى هذه المفاتيح، فإذا بالمفاتيح تنفذ إلى نفوسهم، وإذا بها تحللها، وإذا بها تصيرها برب العباد، وإذا برحمة الله تنسكب على ذلك القلب فيخرج وقد امتلا قلبه رضا حتى ولو لم تقضى حاجته. من مشى في قضاء حاجته قضيت أم لم تقضى، ثبت الله يوم القيامة أقدامه على الصراط يوم تزل الأقدام. ومن مشى في حاجته ديننا يحث على أن تنجح حينما تكون رحمة للخلق، مفاتيح الخير. يحشر هؤلاء المفاتيح وجوههم نور على أرائك من نور. يهبطهم النبيون، يا الله قف معي، يهبطهم النبيون. هل هنالك درجة عند الله أعلى من النبوة؟ ومع ذلك فالأنبياء يهبطونهم على حالتهم التي يوجدون عليها يا الله، ويهبطهم الشهداء. أولئك قوم جعل الله حوائج الخلق عندهم، هكذا يحشرون، هكذا يحشرون. يحشر المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون يحشرون يوم القيامة أطول أعناقا يوم القيامة، لأنهم إنما كانوا يرفعون الآذان، والآذان حيثما بلغ صوته غفر الله للمؤذن إلى حيث بلغ الصوت. فإن بلغ بهذه المكبرات 100 كيلومتر غفر الله له على قدر المسافة التي يبلغها الصوت. ثم يشهد للمؤذن الحجر والشجر والإنس والجن وكل من سمع الآذان، وإن الله يعطي للمؤذن أجر جميع من صلوا في المسجد لآذانه. إذا أخذ كل مصل أجر صلاته فإن المؤذن يرزقه الله أجر صلاته وأجر جميع من حضر إلى المسجد بسبب سماعه الآذان. صلوا على الحبيب يا الله. يحشر بعض المؤمنين يوم القيامة، يا الله، بعض المؤمنين يوم القيامة يحشرون في هيئات مباركة طيبة. ومن هذه الهيئات أنهم يكونون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل، حيث لا يحترقون بتلك الشمس التي ذكرناها آنفا، حينما يحرق المجرمون ويغوصون في عرقهم. المؤمنون يحشرون يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. يا الله، يحشر صاحب البقرة وآل عمران يوم القيامة، فتأتي البقرة وآل عمران في صورة غيايتين أو غمامتين، وفي رواية في صورة طير صراخ. الطير الصراخ هو الطير الذي يفرج جناحه. كل آية تأتي في صورة طير صراخ صاف جناحين، فتجتمع الآيات، آيات البقرة وآيات آل عمران على هذه الشكلة، فيصطدم صاحب البقرة وآل عمران في ظل البقرة وآل عمران. إيه يا مسلم، فات زمانك، فات وقتك، فات حياتك اللي غادي تستسيك ربي عن عمرك فيما أفلمتها، فلم تحفظ صورة البقرة ولا آل عمران. إن أردت ظل عرش الرحمن يوم القيامة فعليك بأن تحفظ صورة البقرة، فإنها لا تستطيعها البقرة، أي لا يستطيعها الصحراء. ومن قرأها في بيت لم يقرب ذلك البيت شيطان 3 أيام بلياليها. الله 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 الله، التجارة مع الله تجارة لن تبوب. من حفظ صورة البقرة وقرأها في بيت في يوم لا يقرب ذلك البيت الذي تليت فيه سورة البقرة 3 أيام بلياليها. أما يوم القيامة
فتأتي في صورة غمامتين، الغمامة هو الظباء، فيستقر في ظلها، وتأتي أيضا في صورة طير سوار، كل آية طير صاف الجناحين، فيستقر في ظل صورة البقرة وآل عمران. يا الله. آخرون يحشر بعض المؤمنين يستقرون في ظل صدقاتهم، قال رسول الله: المؤمن يستقر يوم لا ظل إلا ظل الرحمن في ظل صدقته، فأكثر أو قلل، فكلما تصدقت فإنما تكثف من غيوم وضراب يحميك من حر الشمس يوم القيامة حينما تدنو من رؤوس العباد قدر ميل، فأكثر أو قلل، فصدقتك هي ظلك الذي تستظل فيه يوم لا ظل إلا ظل الرحمن. وهنالك من يستظلون كما قلت بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وهم سبعة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كتب محمد عن الصابون كتابا تحت عنوان كنوز السنة، كنوز، واستفتح الأحاديث واعتبر هذا من أعظم كنوز السنة، استفتح هذا الكتاب بهذا الحديث. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الله. أعتقد أن الكثير ممن حضر من إخوان عمار بيت الله يحفظ هذا الحديث، ومن لم يحفظ هذا الحديث فأقول له قد فاتك خير كثير. عنوان له محمد علي الصابوني: السعداء في الآخرة، سعداء الآخرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيأتي على رأس هؤلاء السعداء من إمام عادل، الله. يحشر الله المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. قالوا: من مقسطون يا رسول الله؟ قال: الذين عدلوا فيما حكموا وولوا. الله. العدل. الوالد يعدل بين الأولاد، ومن ضرر بين الأولاد ثم امتلأ الحنق قلب من أبعد من قلب الأم والأب. فاقرأوا سورة يوسف لتعلموا ماذا وقع لسيدنا يعقوب: إنه ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. شو اسمه الرجل؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. الإخت اشتعل في قلوب يعقوب، أبناء يعقوب، كيف يقرب هذا عنا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف الفكر، شوف: حتى تقتلوه ثم توبوا لكي تكونوا صالحين. أن يكونوا صالحين قبل قتل يوسف؟ لا. شو المنطق بتاع اليهود؟ اقتلوه واطرحوه أرضا وتهناه، أنا ذاك يخلو لكم وجه أبيكم الذي كان يسد وجه أبيكم فلا ينظر إليكم نظر رحمة. هو هذا الولد وأخوه من يمين، أزيحهم من طريقكم. الصورة والصورة إمامة في الوسط، فبقدر المسؤولية بقدر ما تكون الإمام. فالإمام الأعظم ليس هو الإمام الذي دونه، ثم الإمام الذي دونه، حتى يصير رب البيت إماما ومسؤولا وراعيا على رعيته في بيته. فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا
أن المقسطين يحشرون يوم القيامة على أرائك من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الذين يعدلون فيما ولوا، أي في المسؤوليات التي أميطت بهم كمرت أم صورت. وإن العدل بين الأبناء أراد الحق تبارك وتعالى، وقص علينا قصة يوسف للاعتبار، وبين لنا كيف أن أبناء يعقوب ملئت قلوبهم حقدا وغيظا لأنه قرب يوسف وبنيامين حتى قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ففعلوا وقاموا بإلقائه في الجبة، ثم عادوا إلى سيدنا يعقوب عليه السلام، والقصة تعرفونها. إن سيدنا يعقوب كان معذورا في محبته الزائدة لابنه. هل كان عليه الصلاة والسلام جاء ببدع من التصرفات؟ لا، لأن الأب يحب ثلاثة أبناء على كل الأبناء، يحب الصغير حتى يكبر، صغير ويجب على كبير، يحب الصغير حتى يكبر، يحب الغائب حتى يعود. دائما يقول لك الغائب خذكم بعد كذا ديرهم، تقول خذكم كذا ديرهم بعد فرايبة مسكين، ها منتي ها منتي، ويقول لك احنا نقول لك احنا ماشي ولادك، ها منتي كذا غير، مسكين رابعين مسكين. تحب الصغير حتى يكبر، والبعيد حتى يرجع، والمريض حتى يشفى. هل تعامل الابن المريض كالابن الصحيح؟ دائما الابن المريض يجي قدامه يقول له اما ما اعتنحت يا الله مش عم خونك الضم احترم خويا عم تقتلني ما تقتلني مش عم ليه احنا الضم مش بطيف لبناء عم مش هنا حبني من خونا وقرب اللي يجي يجي الضم وقرب يصطوه ودعوه ربي يا ربي اعتنا حتى احنا الضم لعلنا وعسنا بلودك الضم. لأن الحدب على المريض ليس بدعا من التصرفات، إنها مسألة طبيعية، فلا يعاتب ولا فهو معذور يعقوب عليه السلام. لكن هؤلاء كانوا يتعذرون بأعذار غير منطقية. أما من تجاوز في العدل بين الأبناء، شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوالد الوالدة يجب أن تعدل بين الأبناء حتى في الأمة. إذا سلمت عند الولد سليمة سلم عند بنت نحالة، وإذا درت الولد واحد على الرجل اليسرى دير الأخر على الرجل اليمنى، إذا درت ولد على الرجل اليمنى ولا في حجر كل أخر يتفرج فلقد ظلمت وكسرت قلب ابنك. حتى في القبلة، حتى في القبلة جاءت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت جاءت امرأة أرملة أم لطفلتين بنتين صغيرتين إلى حجرة عائشة أم المؤمنين، فبحثت عائشة عن شيء تتصدق به لها فوجدت ثلاثة تمرات، فأعطت التمرات الثلاثة للوالدة للأم، فأخذت الأم الطيبة الرحيمة تمرة ووضعتها في يد الفتاة التي توجد على اليمين، وأخذت التمرة الأخرى بعدالة فأعطتها الفتاة التي تقف على شمالها، فالتهمت تلك الفتاتان التمرتان ولم تمهلهما. جاء ولك ما حسبك تدلي الآن اللي تمشي تتعشى عندك ستان تاع الحوايج اللي تاع 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 زنبيلة تاع الدقولة ديال الظهر والدقولة ديال الآخر تمرة مع تمرة. فبقيت التمرة في يد الأم فنظرت إلى ابنتها في اليمين ونظرت إلى ابنتها في الشمال فوجدتهما قد التهمت التمرتين، فدمعت عيناها والتمرة التي أعطيت لها لازلت بيدها، فشتتها نصفين فأعطت النصف لهذه وأعطت النصف لهذه، فتأثرت عائشة بهذا العمل. إحنا المولات اليوم يعملون بصمت الودان، فساد الأمومة كل صباح يسمحوا للقطاع يزقوا في الودان. الله 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 الله، تمشي في القلب تاع المين، كاين شي مين اللي تحمل تسع شهور وتضعه كرها
وإذا وضعته ألقته كما يلقى في وجدة في كل ليلة في كل صباح في الوليد. يا الله فلما جاء الحبيب صلوا على الحبيب، صلوا على طب القلوب حبيبي رسول الله. فلما جاء الحبيب تعفرت عائشة ولم تذهب تلك الصورة ولم تنمح من ذاكرتها، فبمجرد أن دخل النبي قالت يا رسول الله لقد رأيت اليوم عجبا، جاءتني أرملة مع بنتين، أعطيت ثلاثة مرات، أعطت تمر لكل واحدة منهما، فلما أكلتهما نظرت إليهما فدمعت عيناها، فشقت التمر نصفين، فأعطت النصف لكل واحدة منهما، وظلت على الطوى لم يدخل جوفها طعام. صلوا على الحبيب. فقال رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى: إن الله أدخلها الجنة. الله أدخلها الجنة. متى أدخلها الجنة؟ من أعطت تمرات النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسمت التمر. إن الله أدخلها بعملها هذا الجنة. جاء النعمان بن بشير بن سعد مع ابنه النعمان إلى رسول الله. هذا بشير بن سعد كان عنده ثمة شكل مزاوية، فكان يحب النعمان، والنعمان عنده أم وحدة، والمرأة أخرى عنده أولاد أخرين، فقال بشير بن سعد: نحبت ابن النعمان نحلة أعطيته ووهبته لمن؟ فقالت زوجته: شو يقول شي وحدة ضرة كدول أمسك الله ما تطلق الخرى ودي العليا الضرة تكتب على سيدي، والله ما تكتب لي على ولادي، والله ندير بك وندير بك وندير بك. انظروا إلى هذه المرأة، قالت يا رسول الله، قالت لي سعد لبشير، لبشير سعد: يا بشير إن لك أولادا مع أزواج آخر، أتريد أن تنحل ابني نحلة أن ذهب عطية لولدي وتترك أولادك؟ لا والله لن أقبل حتى تشهد على ذلك رسول الله. اذهب إلى رسول الله من جوز لك هذا العمل. قبلنا، لا يحل لبني المسلم أن يخدم على فعل شعب تعب عبد الله فيه، اذهب إليه، وإلا فنحن براء من هذا يا سعد. ليه بشير بن سعد؟ فذهب بشير بن سعد مع النعمان، فقال: يا رسول الله لقد نحبت ابني نحلة أعطيته عطية. قال النبي: أعطيت كل ولدك مثله؟ أعطيت أنحلت أولادك كلهم مثل ما أعطيت الولد؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جوع، هذا ظلم، لا تشهدني على جوع، هذا ظلم. ثم قال: يا بشير اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أما من آثر زوجة على أخرى وكان متزوج أكثر من امرأة فيحشر يوم القيامة وشقه معي. هل يحشرون الظلمة؟ يحشرون يوم القيامة ميلينا. تعرف النظام اللي عنده النساء مال مع وحدة يوم القيامة يحشر في هيئة المائل. يا الله يا الله يا الله، لو تعلمون ما يأتيني من الرسائل التي تتضمن ظلم الآباء للأبناء لرأيت عجبا. ومن أظلم الظلم حرمان الفتيات من حقهن في الإرث، بدعوى أن الإرث إذا ذهب إلى البنت إنما يروح إلى نسب آخر بعيد عن نسب الآخرة. وهذه جهالة وهذه جاهلية. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الفرائض قسمها الله تعالى بنفسه، فلم يكن قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فامتدت يده لتحرف قسمة الله معربا عن عدم رضاه بقسمة الله. فإن الله يقتطع إرثه من الجنة، حرام الجنة على من حرم بنتا من حقها في الجنة.
اسمعني، اذا ما تفهمش بالعربيه نقلع على كتافي ضرب. يا اللي راك حرمت بنتك من الغرف يحرمك الله يوم القيامه من الجنه. نقولها لك بالعربي، نقولها لك بالدارجه، نقولها لك منظر. لا اله الا الله محمد رسول الله. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هذه الامامه الصغرى في البيت، الامامه في المدرسه، الاستاذ يميل مع من يعطيه المال للدروس الخصوصيه. ظالم ظالم، مجرم مجرم، اكل لاموال الناس بالضبط. كم من معلم يميل مع ابناء الاثرياء في القسم ويؤخر ابناء الفقراء ويهتم بالاخرين اكثر من اهتمامه بابناء الفقراء. قال بعض العارفين: والله ما رايت احدا يعز في مجلسه الفقراء ويؤخر الاغنياء من مجلس سيدنا سفيان الثوري. الله، المعلم والأستاذ وأخبار الأساتذة في الجامعة تدمي، لأنني درست في الجامعة ورأيت كيف يخلل الأستاذ بالفتاة الطالبة فيقوم والعياذ بالله بإغوائها. نعم والله أقسم بالله ليعطيها النقطة، وأقسم بالله لتعطى نقط لبعض أبناء الأثرياء لكي يحصلوا على مقاعد في الكليات والمعاهد ويحرم المجتهدون من أبناء الفقراء. ضربي واحد تليفون، ضربي أنا فارس، نعم اسم فارسك، راجل راجل بخير، حمد، دربي خوك، خويا الله يرحمه، كان أستاذ في الجامعة. يا الاخ ديالك راه عندي البنت ديالو الولد ديالو، اشوف يظهر من خاطر تاع الله، شوف الله يرحم والديك. انا ولا مشيت عند ديالك النهار ولا تعرفو كذا وكذا، والله يجازيك بخير. الولد ديالي راه يقرا عند الاخ نتاعك، والله يجازيك بخير. واحد النقطه يا واحد دفع لله انا نمشي عند الاخ ديالي ونقول له زيد السيد على حساب اخرين. هزلت حينما دخلت الوجاهة والميز ودخلت الزبونية والمحسوبية حتى في مجال التربية والتعليم. فصل الجنازة على مستقبل الأمة. احتفت عليه، احتفت عليه، احتفت عليه. لماذا يا من تعطي الدروس الخصوصية، لماذا لا تجتهد في القسم فتعطي ما عندك؟ لماذا تجعل الدروس الخصوصية ذريعة لكي تتكاسل في القسم حتى يأتيك الجميع وفيهم من يعطي الدروس الخصوصية ويمنيهم بأن ما يعطي في الدروس الخصوصية هو ما يمتحن فيه التلاميذ؟ معناه أن الذي لا يأتيه الدروس الخصوصية ما يمتش حد، محروم محروم. الظلم في المدارس، في كل مكان، في الإدارة، في الإدارة. إنسان لا تجده في مكانه. هذا هو الصيام، هذه التقوى التي نحصلها من الصيام. أنت تبحث عن الإنسان لكي ينصفك في الإدارة، نهار يومين في الثياب، وأمورك معطرة، ووقتك عياذا بالله يسرق منك سرقة، والناس في تعب ونصب. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا وصلنا إلى الإمامة الكبرى فحدث ولا حرج، وإنني حينما أريد أن أتحدث عن إمامة الكبرى، يا الله، وخاصة إمامة الدين، فإنني أذكر إمامي، إمام المسجد والإمام العظمى الرئاسة. قال رسول الله في إمام المسجد:
ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، رجل أما قوما وهم له كارهون. إمام على باب أمسية يقش يسرق يكتب للنساء يختاري بالنساء يا أخوي عليك خدمة روح ديالها، خلينا الإمام خلينا المحلة. لا لا أنا إمام، إمام السيف لا يرفع الله صلاته فوق راسه. أما خيرة الأئمة الذين يحشرون يوم القيامة بالمسجد يأخذ بزناب المسجد والمأمومين من ورائه يجوز بهم الصراط، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم إذا ماتوا ويصلون عليكم إذا متم ويعودون مرضعكم. أي واحد منكم يعيش آلامكم، إمام ديالك يدور عليك يسقسي عليك يعيش معاك تحتاجه في الموت دائما. هؤلاء يحشرون يوم القيامة وجوههم نور آخرين بزمام المساجد وهي ممتلئة بالمأمومين يجوزون بهم الصراط كالبرق الخاطف. الله الله. أما الإمامة الكبرى فإنني أذكر دائما ويذكر جميعا الذي ضرب الله الحق على قلبه ولسانه عمر. عمر 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 وليس في العالمين إلا عمر واحد، وبذكر عمر يذكر الله. قال العلماء من ذكر عمر في مجلس فقد ذكر الله. قالوا كيف؟ قال لأنه من ذكر عمر ذكر العدل، والله هو الحكم العدل. يا الله لو عثرت بغلة في العراق، هذا كلام صار بذكر ربان، لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني عنها ربي يوم القيامة. بغلة بغلة ماشي شيء، الرقاب مفتوح والسيف اللي مسكني طاح نص وقرص. التشريع في سن القوانين التي تحمي حقوق الطفولة قبل أن نتحدث عنها في القرن العشرين 15 قرن سبقهم عمر، فيقول لتلك المرأة اتق الله لا تفطمي أعطيني شر حليب ضمي إلى صدري. هي معظم لي عمر وهو يزيد زكي اتق الله يا عمر أعطيه حليب. قتلوا شكوانا إلى الله بعمر، مش خلال عمر؟ لأن عمر يفرض من بيت مال المسلمين فقط لمن فطر، أي لفطنه وتجرع، فيفرض علينا أن نفطم الصبيان قبل أن يتموا حقهم في الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وحتى تأخذ المرأة حقها من بيت مال المسلمين، تفوت ست شهور وتقطع عليهم الزنا، وتقول لهم لقد فطمته. فيدون في لائحة من يستحق المال من بيت المسلمين. فبكى عمر وأخذ برأسه وهو يقول ويح عمر كم قتل من ذلال المسلمين ويح عمر. فصلى صلاة الصبح في ذلك اليوم فسمع له نشيد وبكاء وخليل يسمع آخر من صلى بالصف، حتى قالوا إن عمر ما الذي حصل لعمر حتى يبكي كل هذا البكاء. فلما سلم وهو يبكي فيقول ويح عمر ويحه كم قتل من ذلال المسلمين. يا معاشر المسلمين اخبروا نساءكم ان عمر قد فرض لكل طفل يولد في الاسلام منذ ولادته قبل ان يفطم حقه من بيت مال المسلمين، فاصدر مرسوما بعد صلاه الصبح ان جميع الولدان في المسلمين الذين ولدوا في الاسلام
لهم حقوق في مال بيت المسلمين. لا إله إلا الله. يعس في الليل في الليل في الليل في الليل أفلك يعس في الليل ويسمع المرأة تقول لابنتها امزج الماء باللبن فإن عمر لا زال نائما. ما دام عمر نائما فهي فرصتنا التي نستثمرها من أجل أن نضيف الماء إلى اللبن. فقالت الفتاة الطيبة المباركة التقية يا أمّاه إنا مع عمر هل ينام رب عمر؟ فبكى عمر ووضع علام على البيت فزوج تلك البيت من ابنه عاصم فخلفت له بنتا تزوجها عبد العزيز بن مروان فخلفت لهم عمر بن عبد العزيز ابن بنت بائعة عمر بن عبد العزيز. الله أي عبقري هذا أي فاروق هذا. عمر يخرج في الليل كالتعفنة فيسمع صراخ الصبية يتضاغر عند أقدام أمهم تعللهم بالماء فيقول اتق الله ما لهؤلاء الصبيان أطعميهم. فتقول ويح عمر قد تركنا استشهد زوجي فنسي المجاهدين والشهداء وأهرته السلطة والحكم فنسانا. فعاد يبكي إلى بيته فحمل على ظهره الدقيق والسمن والمغنى وطهى الطعام مستعجل ثم أطعم الصبية ثم داعى لهم حتى ضحكوا. فقالت المرأة والله إنك أحق بالخلافة من عمر. فقال غدا ستأتيني في المكان الفلاني. فجاءت فوجدت الناس يقولون يا أمير المؤمنين. قالت أنت عمر؟ قال لا عليك جئت لكي أشتري مظلمتك. فكتب اشترى عمر بن الخطاب مظلمة فلانة على ما توافق عليه بمبلغ قدره كذا دينار. شهد على ذلك عبد الرحمن وعثمان والزبير وسعد بن أبي وقاص. فقال إن أنا مت غسلوني وضعوا هذا الكتاب بين صدري وكفني لألقى الله به. إن سألني عنها أقول اشتريت مطلعتها. الله قرقري أو لا تقرقري يقولها لمصاريله. فوالله لن تذوقي لحما ولا دسما حتى يشبع آخر ضرر المسلمين. اسمع يا أخي ماذا يقول الإنسان؟ ماذا يقول الإنسان إذا ذكر هؤلاء؟ عبد الرحمن بن هرمز مبعوث كسرى جاء برسالة إلى عمر فلما وصل المدينة وفي مخيلته أنه سيأتي رجل معه حراس ويركب على برذوم وله قصور فلما وصل العاصمة مدينة رسول الله يسأل عن عمر فيشيرون نسقع مدينة عمر مر من هنا ابوه دوه أنا عمر مر من هنا يمشي أنا عمر مر من هنا خرج من مدينة في الصحراء فوجد أحد بعيدا عن المدينة قال عمر قيل مر من هنا قال مر من هنا زين دخل لنا في الصحراء اللي هو مشي. فمشى في الصحراء فتبادر إلى بصره طيف رجل ملقى على الصحراء في الهاجرة في الظهيرة ينام على صخرة وعلى الرمال وليس معه أحد والعرق يتصبب من جبينه. فخشع هذا الفرسي الأعجمي ودمعت عيناه وقال لله ضرك يا عمر يا من تستك فرائس كسرى وقيصر اسم عسميتي يرجو أما أنت لله ضرك عدلت فأمنت فنمت. حضر الكلام ما قالهاش مسلم قالها واحد من الفرس
لله ضرك يا عمر، عدلت فأمنت، ما تخاف حتى بحاجة، فنمت أشهر مع راسك. اللي عنده مشاكل مع الناس ما ينعس، ما ينعس. لما قتل الحجاج سعيد بن جبير قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كثير. قال: لو كنت اعلم انك تعلم الغيب لعبدتك. قال: شقيت وشقيت امه. الله. فلما طال الحوار يقذف بالحجه مع الحجه ويضيق على الحجاج طاغيه الاسلام المبين كما وصفه رسول الله في امتي كذاب ومبين. اما الكذاب فقد علمناه مسيلمه، واما المبين اي لم يسفك الدماء من الحق فهو انت، فلا نعلم الا انت من امه الحميد. قال: اذبحوه، اذبحوه. فوضعوه بعد ان اضجعوه في اتجاه القبله، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. قال: وجهه الى غير القبله. قال: فحيثما وليتم فثم وجه الله. قال: ضع وجهه الى الله. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال: اذبحوا، اذبحوا النور. قال: انتظر ايها الذباح. اصبر، اسمع يا حجاج، اسمع. اشهد ان لا اله الا الله ايها الظالم، واشهد ان محمدا رسول الله. خذها لتلقاني بها يوم القيامه. ثم قال ووجهه مكب على الارض: اللهم لا تسلط على احد من بعدي، اللهم لا تسلط هذا الظالم على احد من بعدي، واجعلني انا اخر ضحاياه من امه رسول الله. فذبح. فبقي 15 يوما بعده يراه في المنام وهو يجري وراءه بسكين فيستيقظ ويقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام ابن تيمية: إن الله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. الكرسي بتاعكم شاء إن الله تعالى سبحانه، الله سبحانه عز وجل ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، لأن عدالتها تشمل الخلق وكفرها عليها. والله يخذل الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة، لأن إسلامها لها وضرها على العباد. وإذا ظلم العباد يقول: ادعوا لأهل البلاد. اللي يروح حفل بحار يا أما، اللي يروح حفل بحار ما صابوش الخدمة. سرقت صناديق الدولة وجملت ما يسمى بلجل التقصي، صناديق بملايير لا يقولها إلا اللسان يعترفوا بها. وأين هي هذه الناس؟ ينتشر السبح على في دور الغابة اللي موتوا في البحر، السبح في دور الخبز اللي زادوا عليهم، السبح في دور الزيت اللي زادوا عليهم، السبح في دور. هذا الظلم الذي يمشي على الارض حتى جعل بعض الناس يكرهون بلادهم لانها لم تستطع ان تقبضهم وان تاخذ بايديهم. فسمعنا من يقول: يا ربي اعطي هذه البلاد الزلزال من فوق الله يهديك. قال: خليني القضيه نتاعي 20 عام في المحكمه، ومن اللي يعطي الفلوس الدوله الدار خرجوني، عدو الله بعد قومي، خرجني من داري، خرجني من اولادي، ما بقيت عندي حتى اضره، خربوني، رموني الشارع، ما رحمونيش، ما استقبلونيش. تتهدف لي الشكايه وزير العدل مش حقوق الانسان، الحقوق محفظه، ما لم يوجد لي احد. ما كانش الضعيف
الناس، وصار القضاة كما قال النبي ثلاثة. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. هذه بكريم بكريم ثلث نيجا بكريم بكريم بكريم. قاض حكم هجر جهلا حقا وحكم بجهله فهو في النار، وقاض عرف الحق وحكم بخلافه درسوا فهو في النار، وقاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. الله لا صاحبي خرجوا من الإدارة. إما تفتلد القاضي قال له القاضي قال له جيب لي تبدا جيب لي 500,000 إن شاء الله في هذا. وبقى يطلب 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 لما 300,000 غدا الاثنين إن شاء الله تعالى يعطيك البركة 500,000 مزيادة بعملية الله يجازيه بخير على القاضي. لما نسقي من هنا هذا زعما في الرحمن. الحاصل أسيدي مشى عنده الواحد المسكين تاعو في مكانه يعرف الدار ديالو، فأطرق الباب في الليل فدخل الجار تاع فيلا وشرا دخل الجار قال يا ودي يا ودي غدا تفوت القضية والله إلا قطعت السبردينة جبت 300,000 راك تشوفوا المغامة كي داير لك الناس زيرت بزاف زيرت بزاف نفسي نفسي ما دعوة تزيدوا الناس زيرت هاو كان يشوي ذوك الضيافة كان عندهم ذاك كان يشوي لهم وكان تمشي تشوى قال له راك تشوف عليك الكبش قال له قال له اصبر هيدا قال له تشوى قال له انا غدا هكاك تشوى في شهري والله ما تكون 500,000 معاك لها احكي مع الارض احكي مع الارض قال له انا سيدي منين نكون من شويه انا بحال المخلوق سلكني وقال غير حسن غير محمد السادس الله يجازيه بخير غير هو اللي يجي
راهي بطلع حتى دوينا الصغيره جينا من الرباط على الوجده باش يشدها ويتبعها بيدو الفلوس فين مشاو. يا بن عمي لقاتلو دي قط. يا بن عمي يا بن عمي يا بن عمي الله يحسن عونك يا الله يحسن عونك يا ربي 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 مش حزين في الخير ولكن آلت أمورهم إلى من لا يقدر المسؤولية ولا يراعي في الأمة إلا ولا ذمة ولا يعيش آلام الشباب حقا. إمام عادل يحشر يوم القيامة في ظل الله وهو أول من يدخل الجنة الله، والثاني شاب نشا في عبادة الله الله. يا أيها الشاب سلواك وعزاؤك إن رأيت اللحم الحرام يعرض على تالعة الطريق فإن الشاب التائب عند الله خير من كثير من ملائكة الرحمن. يقول الله يا ملائكتي يا ملائكتي يا ملائكتي الشاب التائب عندي خير من كثير من ملائكتي. لا إله إلا الله. الشاب التائب زمن الفتن زمن العري يترك المعاصي لأنه نشئ منذ مرومة أظفارك على مراقبة الله. يقول كما قال الشاب يوسف حينما قالت تلك المرأة امرأة العزيز وغلقت الأبواب هيت لك، قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه الشاب الذي يأتي في الليل إلى بيت الله ليشهد صلاة الصبح ويتردد ضيفا على المولى في بيتي خمس مرات لا يشغله عن الصلاة شاغل. إنه شاب وجوهه النضرة فشابوا على ذلك وشابوا عليه وماتوا على ذلك فهم يوم القيامة في ظل الله. اسمع يا شاب اسمع الضيحة الفرصة يا سلام عمل 14 عام عمل 15 عام حتى 25 عام ربي يحرم فرصة. احنا مشيين احنا فاتنا اصحاب 50 هذا منكم هذه فرصة ضاعت منا. انا كنت كلمة على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا. هذه الفئة العمرية التي تشكل أكبر نسبة في بلاد الشباب 25 عام تحت هي فرصته. من قرأ هذا الحديث من الشباب وفهم هذا استقام ليحشر يوم القيامة في ظل الله. قال أبو إسحاق الحويني أحد الدعاة والعلماء يعرض في قناة الناس سمعته قال كان كنت في عمري 15 سنة وكنت قد بدأت في دراسة الحديث فوقعت عيناي على حديث من أحاديث رسول الله يتحدث عن البر بالوالدين وخاصة البر بالوالدة. قال فندمت على الأيام التي أضعتها قبل أن أقرأ الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات لم أقرأه حتى وصلت 15 فندمت على أنني لم أكن أعرف هذا الحديث بعدها قبل هذا العمر لأنني ضيعت طاعة لله في أزمنة غامرة كنت سأنتفع كثيرا. ومنذ وقفت على الحديث وأنا ملازم لأقدام أمي أطيعها وأخدمها وببركة خدمتها استشعرت نعم الله أغرقني الله فيها أغرقني الله فيها من رأسي إلى أخمص قدمي. الله هذا قرأ حديث واحد وأنا أقول لك تقرأ الحديث تاع الشباب نشأ في عبادة الله. هذا قرأت أنا سمعت اليوم ربما ما قرأت أنا سمعت. هذه فرصتك لا تضيعها هذا خير كثير هذه فرصة والفرص لا تتكرر. قد يمضي الشباب وتدخل الكهولة وتقول يا ليت الشباب يعود يوما
وأن ليوم المر أن يعود، فاليوم إذا مر لن يعود، وهذا من خصائص الزمان. ثالثا، الرجل قلبه معلق بالمساجد، وهو هذا الإنسان الذي يصلي الصلوات الخمس. وانظروا إلى تعبير الحبيب، صلوا على الحبيب، قلبه معلق في المساجد، أي إذا خرج خرج بجسده، وترك قلبه معلق في المسجد، أي صاحبته روح المسجد ومراقبة الله في كل مكان. حتى شي واحد من تقول له اتق الله، مرة يقول لك واش رحنا في الجامع؟ حالي تقوى الله كذا غير في الجامع. لا، هذا بر بجسده وقلبه فيه، يصلي في المسجد، أي أن قلبه متنور بنور الله، مراقب لله، فروح الصلاة الحية التي شهدها في المسجد تصحبه في كل مكان يروح إليه وفي كل زمان، فلا يمكن أن يعصي الله، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما تنهى الصلاة إلا لأنها حية، وحياتها بحضور القلب وبقاء القلب في المسجد، أي بقي القلب حياً يستنير بنور الله، فلم تنقطع فضويات الرحمن على هذا القلب الذي يصلي خمس مرات. ثم قال رابعاً، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، هي المحبة في الله دون حضور. أحبك في الله، لا أريد منك جزاء ولا شكورا، لا أريد من محبة بهذه الألفة بهذه الصدقة أن أقضي الرضا رغبا ورهبا، لا لا لا، هي محبة في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا من كانت أخوته مبنية على تقوى الله، على الإيمان بالله، إنما المؤمنون إخوة، فأكد على حصر الأخوة في المؤمنين. إذا امتلأت قلوب العباد بالإيمان آخى الله بينهم. قال الله لرسوله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لأن القلوب كلها اتصلت بمصدر واحد هو الله، فكفر الله بجمع الأرواح التي اتصلت به. فالأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تنافر منها اختلف. ومن غريب ما قال العارفون أن العبد المؤمن يدخل إلى بيت فيه 199 مجرم ومؤمن واحد، فيذهب لكي يجلس مع المؤمن، فكأن روح المؤمن تجذبه، ويأتي الفاجر إلى بيت فيه 199 صالح وفاجر واحد، فيذهب ليجلس مع الفاجر، كأن روح الفاجر تجذبه إليه، فسبحان من جعل الأرواح جلودا مجندة. الله الله. التقى أخوان في السوق، فقال الأخ لأخيه، أخوان في الله، فقال الأخ لأخيه، هيا بنا نذكر ربنا في مكان فيه الغفلة، فقد قال رسول الله، ذاكر الله في أماكن الغفلة أو زمان الغفلة كالمقاتل الذي يواجه جيشا بأكمله وقد فرج له أصحابه. وقت القيقرة، هيا بنا نذكر الله في السوق، لأن شرار الأماكن أسوأ، فيها يرفع الشيطان رايته، وأحب الأماكن إلى الله هذا المكان الذي أنتم فيه، فأنتم في أحب الأماكن إلى الله. ومن تشوق لكي يذهب إلى المقهى الآن وهو في بيت الله، فكأنما يبيع الآخرة ويبيع الذهب بالحصى. الله 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 الله. فذكر الله صلى الله على رسول الله، فخرج فتعاهد إن مات أحد قبل الآخر أن يأتيه في المنام ليخبره عما فعله الله به، فمات أحدهما، فظل سنة ينتظر أخاه أن يأتيه في المنام، فجاءه بعد عام، قال ما فعل الله بك يا أخي؟ لما أطلت الغيب يا أخي؟ إني أحبك في الله. قال أتدري بما غفر الله لي ولك؟ قال لا. قال بتلك الجليسة الهنيهة التي جلسنا في السوق أتذكرها؟ ذكرنا الله في مكان الغفلة بها، رحمة الله بها. الله يحشر المتحابون في الله في ظل الله، فينادون من قبل الرحمن، أين المتحابون في، أين المتحابون في جلالي اليوم؟ وجمال، فقال إني أخاف الله. وهذه تحدث للشباب كثيرا، فجمعوا بين الشباب ف...
في طاعة الله، وأيضا مع هذا اللحم المعروف الذي يعرض نفسه على شباب طاهر، أياد متوضئة، قلوب طاهرة، فيقولون: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري. شاب ضاعف الوقت في وجدان، كان خدام في وجدان، عند واحد لا بأس عليه. كان بواب يفتح الباب للوطن تاع المرأة تاع الراجل في وجدان هنايا، وفي الصيف مشاو للسعودية، وكانت في كل مرة المرأة تراود الشاب بطريقة مباشرة، ويروح ما فهمش، لكن عادت إليه حينما ذهبت مع زوجها السعودية في جوف الليل الوحدة تاع الصباح، ففتح الباب فدخلت السيارة، فنادته إلى بيتها وقد خلعت ثوبها وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أرضي. ففر هاربا، فأخذت سيارتها فعادت في الدو إلى السعيدية، وفي اليوم الموالي صارت ترسل إليه الأكل الذي انتهت صلاحية الرعش، ففهم الرسالة فقال للزوج: يا فلان، خيمة كبيرة انتما ودرتوا فيا الخير، واسمحوا لي انا راني غادي نمشي. كيف ظنك شي واحد دار لك شي واحد؟ قالوا: اسمح لي. شي واحد يواسبوا؟ قالوا: الله يضحوك، جاب لك ربي. شي واحد قلت له: انت خصنا نزوروك، انت ورد فيك حديث رسول الله، والله كاني انظر الى كلام رسول الله. امراه تعقدت من صغر لا كبير، والمراه كبيره زمان. يا سيدي كاني ارى حديث رسول الله. هنيئا لك بظل الله، في ظله يوم لا ظل الا ظله. يا الله، اليوم ما يصيرش الخدمه، والله ما يصير، يمشي الموقف، والله ما يصير الخدمه. 120 الف في الشركه تحت بحال مليون، والله ما يصير الخدمه. الله يا رجال، الاولياء كاينين، الخير ما ينقتل. اما السادس: فمن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمامة في اليمين. وأما السابع: من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. هؤلاء أنهي بهم يحشرون يوم القيامة في ظل الله، يوم لا ظل إلا ظله. شوف لا يحزنون حينما يحزن الناس، لا يبأسون حينما يبأس الناس، لا يعرقون حينما يعرق الناس. قال الله فيهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله: تحشر الناس إلى أرض بيضاء كرسي النقي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال أحد الصحابة: 50,000 سنة يا رسول الله، الأمر فرضية. قال: والذي نفس محمد بيده لا تمر على المؤمن من هؤلاء الذين ذكرنا كأنما صلى ركعتين في الدنيا. يخفف على العبد المؤمن يوم الحشر في 50,000 سنة فتمر عليه كمن صلى ركعتين في الدنيا من النافلة مقبلا بقلبه ووجهه على الله. صلوا على الحبيب. يا رب ابكيولك، نبكيولك في رمضان قبل ما نبكيولك في النهار، كما يبات الليل اللي ما ينفعش نكاع. نبكيولك يا ربي في بيتك، فالعباد عباده، والبيت بيته، والصيام فريضته، واحنا عبادك الظالمين. يا ربي اغضنا يوم الحشر في ظلك، يوم لا ظل الا ظلك، بعفوك بكرمك برحمتك. يا ربي ما عندنا والو، احنا مجرمين مذنبين، نعترف لك العالم قبل ما نجيو عندك. لقد اعترفنا بذنوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وانه
بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا في الثلاثاء القادم نتابع الحديث عن ما يقع في الحشر. يا رب اغفرنا، يا رب احشرنا يوم القيامه، يا رب تبقي معنا رسول الله، يا رب كما جمعتنا في مسجد المدينه المنوره اجمعنا مع ساكني روضه مسجد المدينه.